خلاص هو صوركم كده اضحكوا. طيب لا ما تقفوش جنبي يا فاطمه. انا نيفين شلبي موجوده دلوقتي في منشيه ناصر، موجوده النهارده عشان اسجل مع فاطمه ام الاربع اطفال بعد ما اتطردت من الدويقه، بعد ما هد البيت عليها. هي قاعده مع مامتها في شقه اوضتين وصاله، كل اوضه قاعد فيها اخ متجوز ومخلف وعنده اطفال زياده تقريبا 15 فرد قاعدين في نفس الشقه. دي الشقه اللي انا عايشه فيها مع والدتي ووالدتي. هنا بنام في الصالة أنا وماما وولادي وإخواتي، وده المطبخ بالحمام. ودي أوضة أخويا ومراته وابنه عايشين فيها برضك بعد ما جم الدويقة. ودي بتاعت أخويا التاني بس ولا هو موجود ولا مراته. اسمي فاطمة محمد وحيد، دلوقتي مقيمة مع والدتي في منشية نصر. كنت متجوزة وطلقت بقالي سنه كده مطلقه، تعالى انا وجوزي في الدويقه. وبعد كده هدوا البيت وما ادوناش اي حاجه، وفضلت اجري انا وناس كتير. البيت كان فيه سبع اسر، ردوا اسرتين والخمس اسر ما خدوش. بس جريت بقى رحت لبتوع الحي وعملنا مظاهرات انا والناس وما خدناش حق ولا باطل. هدوا علينا البيت 4-3. ما احنا بعد ما هدوا البيت رحنا لهم تاني الحي وقعدنا نقول لهم احنا دلوقتي بيتنا اتهد، وانتوا قلتوا لما اتهد تعالوا خدوا شقه وكده. قال لي انت مطلعه علشان ايه؟ عشان تاخدي الشقه. فانا قلت له لا والله ده انا عامله قضيه خلع بقالي 3 سنين وبجري في قضيه خلع بقالي 3 سنين. قال لي ايه الاثبات؟ رحت قلت له رحت اجيب لك الورق. رحت جبت الورق وجيت بقول له الورق دوت حضرتك اللي انا كنت رافعه بيه قضيه خلع، والورق اهوت من قبل ما اتطلق. انا اتطلقت كده رسمي عند المأذون، بس الورق هو ان انا كنت بجري في قضيه خلع. راح قال لي الورق ده ولا ينفعني، وراح رميه في الباسكت اللي جنبه اللي هو مصطفى عبيده بقى دوت اللي هو بتاع الحي رئيس الحي. راح قال لي يا ماما انت مالكوش عندنا شقق وانتوا اصلا جايين تاخدوا الشقق دي كده. فقلت له طيب دلوقتي احنا دلوقتي هنقعد فين؟ قال لي اعملوا عشه في الشارع واقعدوا فيها. مالناش فيه. فعلا عملت خيمه وقعدت في الشارع 4 شهور وانا قاعده في الشارع انا وناس غيري كتير، وبرضك محدش جه ولا عبرنا. اللي حصل ان جم نبهوا عليهم وقالوا لهم احنا هنعشموهم، وقالوا لهم احنا هنديكوا مكان وكده على بال ما خرجوا. وجم الفحارين دب 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 دهبلوا الحيطان كلها بعجلوه، وغير ما كانوا رامين لها حاجتها في الشارع ومكسرينها. خدوا الحاجه حدفوها في الشارع، العفش بقوا يحدفوه في الشارع، ودخلوا بالبندوزر والفحارين بقوا مداخلين واللي بيهدوا واللي صيع. كان منظر ايه فظيع يعني، منظر انا اول مره اشوف المنظر دوت كاني فيلم كاني حلم. معرفش انا صعبت عليا بنتي والناس اللي هناك صعبوا عليا اكتر من بنتي كمان. منظرهم وحش، يمكن يعني احنا يمكن احسن من غيرنا. فانا اما رحت وشفت بهدله بنتي هناك والبيت مهدوم عليها ومبهدلين الدنيا، منظر بنتي قطع قلبي. جبتها وعملت لها اوضه هنا قعدتها وياي اجل قدرت اعمله على قد ما قدرت. انا هطلعك، تعالى هات ايدك. هو السلم التاني مكسور يا كريمه؟ تعال خلي بالك من منور ده، عفش اللي رجعت بيه من الدويقه ترمى كله في السمس كده. وده بردك بقيت عفشي، الشمس بوظته زي ما حضرتك شايف كده، خلت فيه غير بقايا. ودي الاوضه بتاعتي، انا باجي على النوم بس لان احنا قاعدين عند والدتي وببقى في شغلي طول النهار. انا وابني الكبير وصلاح بننام على السرير ده، يعني عيالي الاثنين بيناموا كده وانا بنام عكسهم كده. وابني الصغير ده بشيل له الكراسي دي وبحط المرتبه اللي هو ده وبينام عليه،
وبنتي تحت عند والدتي لان السطوح من غير سور زي ما حضرتك شايف. لو النطرة جت علينا هتبهدلنا. من السقف كله زي ما انت شايف كده مكرم ازاي؟ بص على فكرة دي هدومنا دي. بؤج هدومنا دي لان مفيش جراب هيخش الأوضة. كل دي بؤج هدومي أنا. هدومي أنا وعيالي ومخداتي وحاجتي. كل دي بؤج اللي اترمت في الشمس دي. ننزل بقى. تعالى انزلك. ماجي خد صلاه. خد يا ماجي صلاه. شقيت في منشيه ناصر اوضتين وصاله بلا وزق منهم. قاعدين معايا ساكنين معايا اتنين ولادي صبيان وبنتي المطلقه وانا. يعني احنا اربع اسر في قلب الشقه. أنا هنا شغالة بقالي 3 سنين من ساعة المشكلة اللي حصلت بيني وبين جوزي. صلاح ابني بيجي معايا بيساعدني هو وبودي، وبشيل حاجتي في السنترال جوه السنترال اللي قدامي ده. باجي من الساعة 1 أو 11، يعني ماليش مواعيد معينة حسب معالي بيجوا من المدرسة، وبجيبهم وبنيجي نقعد هنا تاني على الفرش. بنيجي نقعد لغاية الساعة 11 بالليل. ببيع كل حاجة ب2.5 أغلبية الحاجة، و3.5 ما بتزيدش عن كده. فبشتغل علشان اربي عيالي واعلمهم وكده. خرجنا واحده من مكان لازم نسكنها في نفس المكان، ولا نخرج الناس من مكان ونرميهم في الشارع زي ما هما بيعملوا؟ معيش عقد ايجار، بس جيتوا لقيتوني قاعده مقيمه في قلب اوضه انا واولادي. المفروض بتدونا نفس المكان، ما بترموناش في الشارع كده زي ما هما بيعملوا.